اليوم وصلنا للشابتر الرابع، موضوع الكونتينرز. هذا من الشابترز اللي جدا بسيطة وراح نخلصها بسرعة. ليش؟ بصراحة حجمه جدا قليل، حتى بالأوفيشال سورس جايد المواضيع اللي بيه جدا سهلة جدا بسيطة. موضوع جديد نزل ويا الـ MCSA ويندوز سيرفر 2016، ما كان موجود بال 2012. نيو تكنولوجي، فشي جديد ما اعرف هل راح يستمر او هل راح يتوقف. ايضا راح اشوفه ويا الاجر، البرودكت الخاص بمايكروسوفت كلاود. بالمناسبه هذا الشيء اعتبره مثل الاس دي ان اللي اضافته سيسكو على منهج السي سي ان اي. احنا اوكي راح نطبقه بس مو كلش، يعني احنا راح نستخدمه بس ما راح ندخل بيه ادفانس، لانه راح نحتاج هوايه اشياء اسوشيتد وذ ات. لهذا موضوع الكونتينرز المفروض عليك انه تفهمه بصورة عامة، تاخذ اوفر فيو عليه، تسوي ابلكيشن جدا بسيط عليه، لكن مو شرط انه تكون انت ادفانس يوزر بي. ليش؟ حتحتاج نوع من البروجرامينج، احتمال ويب، يعني تربط بعض الابلكيشنز بي. لهذا اللي يشتغلون بالكونتينرز الحقيقية يحتاجون اكسبيرينس ثانية عدا السيستم ادمنستريشن. بهذا الشابتر راح نبدي بالديبلوي ويندوز كونتينر. اريد نعرف منين نجيب هاي الكونتينرز، شلون نسوي لها عمليه انستول، شنو انواع الويندوز اللي تدعم هذا الشيء. بالمناسبه فقط الويندوز سيرفر كور اديشن والنانو سيرفر. ليش؟ لانه الويندوز كونتينر ما يدعم القوي ابلكيشن. دائما دا اقول كونتينر، طيب شنو الكونتينر؟ القوية. فد شويه راح نعرف شنو هو الكونتينر. اكثر التعامل حيكون عن طريق الباور شيل. للاسف احنا نحاول نتجنب الباور شيل، بس هالمره لا لازم نستخدم الباور شيل. ما اتوقع يشتغل مع الكوماند برومبت الاعتيادي. طيب شلون نسوي عمليه تاجينج للايمجز اللي عندنا، وايضا نتعرف على الهايبر في كونتينرز. دائما ويندوز تحب تروج للهايبر في، سوت نوع خاص من الكونتينر سمته بالهايبر في كونتينرز، نوع خاص بشركة مايكروسوفت. هو شنو الكونتينر بالضبط؟ مثل ما تلاحظون عندنا هاردوير واوبريتنج سيستم وابليكيشن. هذا الشيء المتعارف عليه. الهاردوير هو الرام، السي بي يو، الاستورج اللي عندك. الاوبريتنج سيستم هل هو ويندوز، هل هو لينكس، هل هو ماك، شنو بالضبط نوع الاوبريتنج سيستم اللي عندك، نظام التشغيل الموجود عندك. الابلكيشن هل هو ويب ابلكيشن، خلينا نقول نوع من الستورج ابلكيشن، فد ابلكيشن معين. من اجت عمليه الفيرتشواليزيشن قالت انا راح اسوي هاردوير فيرتشواليزيشن. هذا اللي شفناه بالهايبر في، انه اني اجيب هاردوير، سنجل هاردوير، سنجل سيرفر، لاير وحده، طيب اقسمها الى فيرتشوال ماشين. كل فيرتشوال ماشين راح اخلي بيها اوبريتنج سيستم، مثل ما نلاحظ كل وحده بيها اوبريتنج سيستم، اخصص لها رام، اخصص لها سي بي يو، اخصص لها ستورج. يعني شويه هي حتكون ثيك، يعني مثل ما تلاحظون من نريد نسوي لها اكسبورت او ننقلها حجمها كبير، يعني بالجيجا بايت. وطبعا بعد ما اخلي الاوبريتنج سيستم الثاني راح يكون عندي ملتيبل اوبريتنج سيستم لكل فيرتشوال ماشين. فوق هذا الاوبريتنج سيستم راح اخلي الابلكيشن الاول، احتمال حيكون ويب، راح يكون تشاتنج، ايا يكن شنو هذا الابلكيشن اللي عندي، التطبيق اللي عندي. طيب سؤال صغير، هذا ده يستهلك لي هوايه من الريسورسز اللي عندي، الهاردوير ريسورسز اللي عندي، بالاضافه الى ستورج كبير جدا. زين خل اسالكم سؤال، على فرضيه انه هاي الفيرتشوال ماشين هن ايدنتيكال، يعني كليتهن ويب سيرفر، يعني نفس الاوبريتنج سيستم، خلينا نفرض ويندوز كور اديشن او مثلا اوبنتو سيرفر الى اخره، طيب ليش مو هو الاوبريتنج سيستم نفسه؟ يعني ليش دا اكرر هاي الفايلز مره ويا الثانيه ويا الثانيه؟ تذكرون عمليه الدوبليكيشن يعني ايش قد تفيدنا، لكن بهاي الحاله ما نقدر نسويها يعني بصوره فعليه وافكتيف. يعني طيب شنو اللي اجى؟ اجى الكونتينرز. الكونتينرز هنا لا، خلى اللاير الاولى الثابته هي الهاردوير، مضبوط عندي هاردوير فيكست، بالاضافه الى الاوبريتنج سيستم. قال في حاله انه الاوبريتنج سيستم مالتك ثابت، يعني انت نفس الاوبريتنج سيستم ده تستخدم، نفس الايمج، يعني نفس ويندوز سيرفر كور اديشن، اوبنتو سيرفر الى اخره، ايضا خليها بنفس اللاير. ايش راح ينضاف عندنا؟ راح ينضاف عندنا شيء اضافي اللي هو كالاتي: الكيرنل والابلكيشن.
طيب شنو مفهوم الكيرنل؟ هذا دائما نستخدمه ويا لينكس، من نقول لينكس نستخدم كيرنل. الكيرنل هو سوفتوير، هذا السوفتوير يسوي لي عملية انترفيسينج بين اليوزر او بين الابليكيشن وبين الهاردوير. يعني اليوزر راد سي بي يو، الكيرنل هو اللي يسوي عملية كونكشن، يسوي عملية انترفيسينج بينه وبين الهاردوير، هو اللي يسوي الريكوست، هو اللي يسوي الهاندلينج الكونفيرتينج اي ان تكون. زين الكيرنل هو المسؤول، هو سوفتوير يجي ويا الاوبريتنج سيستم يسوي عملية اتصال بين اليوزر او الاند يوزر الابليكيشن يوزر. انا اليوم كادمنستريتور دا استخدم الويندوز او دا استخدم اللينكس، يسوي لي عملية كونكشن للهاردوير. بالإضافة إلى الكونتينرز تعتبر هي operating system virtualization وليس hardware virtualization. ليش؟ لأن قلت لكم أنه operating system راح يكون ثابت، ما راح أغيره. إذن الكيرنل حيكون ثابت، لكن هاي الكونتينرز شنو اللي صار بيها؟ الأول صار مثلا web server، الثاني صار nested virtualization، الثالث صار ستورج الى اخره. يعني شنو؟ انا الاو اس نفسه الكيرنل نفسه، لكن كل ابليكيشن خليتها بكونتينر، وكل كونتينر عبارة عن فايل سيستم خاص. مثل ما راح نشوف مثلا بالويندوز، كل كونتينر راح ندخل نشوف بي سي درايف، هذا السي درايف بي مثلا الفايل سيستم بي اليوزر والبروغرامز الى اخره، معزول عن الثاني. وفي حالة انه صارت مشكلة بواحد من الكونتينرز فالثاني ما له علاقة. حتقول لي شلون؟ مو الاوبريتنج سيستم هو نفسه، يعني هو ما دا يستخدم كلتهم دا يستخدم نفس الاوبريتنج سيستم. لا، هو ايش دا يسوي؟ دا يسوي كوبي للمعلومات اللي يحتاجها من الاوبريتنج سيستم داخل هذا الكونتينر، لكن المعلومات الفيكست اللي الكل يحتاجها راح تبقى بالاوبريتنج سيستم ايمج فايل. فكل كونتينر حيكون independent عن الثاني، حيكون مستقل عن الثاني، لكن مع كيرنل ثابت. ويندوز قالت لا، هاي العملية اوكي تطيني سبيد قوي، تطيني density انه انا الكيرنل عندي ثابت، لكن مو سيف. يعني شون؟ احتمال الكيرنل يصير بي مشكلة، احتمال واحدة من هاي الكونتينر يصير عليها اتاك، الاتاك يروح على الكيرنل يسوي لي بي فد ميل فانكشن معين، فد مشكلة، وكل الكونتينرز توقف. ويندوز سوت الهايبر في كونتينرز، الفيرتشواليزيشن كونتينرز. طيب شنو هذا؟ قالت اوكي انا هالمرة راح اسوي ايسوليشن بالاضافة الى بيرفورمانس حلو، هو مو بنفس السبيد، لكن لا راح اني اضيف لاير ثانية من السكيورتي بحيث كل كونتينر الى كيرنل خاص بي. اذا سويت عملية virtualization خاصة بالكيرنل، عشان انا عندي كيرنل واحد. زين هالمرة لا، كل كونتينر يتكلم مع الكيرنل، الكيرنل هو يتكلم مع الهايبرفايزر. اذا صار عندي 2 لاير مو single layer. هاي العملية اضافتني نوع من الايسوليشن ونوع من السكيورتي. في حالة انت شنت لا والله تريد سبيد وواثق من الكونتينرز مالتك، ما راح يصار لها اي نوع من السكيورتي locally just for testing، استخدم النوع الاعتيادي. لكن لا والله انت تريد تطلع لايف وهاي الابليكيشنز تريد تخليها اونلاين لكل اليوزرية وبيها اكسس الكل يقدر يسوي لها، لا والله سوي الايسوليشن اللي اسمه الهايبر في كونتينرز. هاي هي الكونتينرز اوفر فيو بشكل عام، شنو الفرق بيناتها وبين البقية، ما راح نطرق لها. ليش؟ لان راح نروح على لايف انترفيس وراح نشوف شنو كل هاي الكوماندات اللي عندنا على لايف انترفيس مع الباور شيل. تكلمنا عن الكونتينرز، هواية سوفتوير تولز راح نستخدمها حتى نسوي عملية مانجمنت للكونتينر. واحدة من هاي الانواع اللي هي دوكر كونتينرز، نوع من انواع الكونتينرز. اكو هواية انواع، لكن مايكروسوفت تستخدم الدوكر اللي هو ما شاء الله اشهر واحد، حتى باللينكس دائما يستخدموه. الدوكر راح نشوفه انه ينزل كبروغرام docker.exe وايضا docker.d.exe، ممكن نلقيهم بالبروغرام داتا دوكر هنا، الdaemon.json الconfiguration file مالته هنا،
بالإضافة إلى الفايل الثاني. خلينا نروح على Live Interface ونبدي باللاب مالتنا.